رحلة سعودية انطلقت من جدة قبل أن تهبط في نيويورك بالولايات المتحدة، ورغم أنها رحلة عادية إلا أنها اقترنت بحدث ملأ الدنيا وشغل الناس، وهو ولادة طفل يمني على متنها يدعى يحيى مراد. إلى هنا قد يبدو الأمر عاديا وحدوثه واردا، لكن ما عجت به مواقع التواصل الاجتماعي لاحقا وتناولته ليل نهار كان غريبا ومثار دهشة، وهو حصول الطفل على جنسية الدول التي مر بها. الرواية ذكرت أن الطائرة أبلغت عن حالة طوارئ وهي في سماء إنجلترا قبل أن تحلق فوق إيرلندا الشمالية. يحصل الطفل على جنسية البلدان الثلاثة إنجلترا وإيرلندا والولايات المتحدة. ليس هذا فحسب، ولكنه حصل أيضا على جائزة سفر على طيران الشركة مجانا مدى الحياة. هل تتوقع أن القصة انتهت إلى هنا؟ لا، الجديد أن القصة كلها مفبركة. نعم، القصة غير حقيقية، فالصورة المنتشرة للواقعة تعود إلى شهر يونيو عام 2016، حين هبطت طائرة سعودية في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن بشكل اضطراري بعد حالة ولادة مفاجئة لإحدى الراكبات باغتتها أثناء الرحلة. والصورة التي رصدت الواقعة نشرها عبد الرحمن الفهد أحد مسؤولي خطوط الجو السعودية. أما المولود فكانت بنتاً ولم تحصل على أي جنسية لأي من هذه الدول ولا حتى تذاكر سفر مجانية، رغم رواج الرواية الأولى وانتشارها حتى طبقت شهرتها الآفاق.